أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. نبدأ بملفنا الأول المتعلق بالأجواء التي عاشها الأردنيون أثناء عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير مرة أخرى، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة. ورح نأخذ أكثر من زاوية لأجواء العيد، وسنبدأ بالحديث عن الأجواء الاقتصادية، كيف يمكن أن نقيم سلوك الأردنيين الاستهلاكي في العيد والظرف الاقتصادي. القوة الشرائية كيف كانت في العيد، الحديث عن تراجع هذه القوة الشرائية بمعنى الطلب، بمعنى إقبال الناس على الأسواق لم يكن بالشكل المثالي، وهذا ما عبر عنه التجار، تحديدا تجار الأقمشة، تجار الأضحيات الذين تحدثوا عن عدم إقبال على خلاف السنوات السابقة، تراجع في سعر الأضحية. كل هذه العوامل نحاول اليوم أن نلم فيها من خلال حديثنا مع الأستاذ حسام عايش الخبير بالشأن الاقتصادي الأردني. أستاذ حسام مساء الخير. مساء النور. أنا وسهلا. يعني بجوز مش متوقع، آسف، متوقع لديك أن القوة الشرائية أو الإقبال على الشراء والاستهلاك في العيد سيكون أقل، هل كان متوقعا لك الأمر؟ كيف يمكن أن نفسره؟ والله هو على ضوء أنه حصول المواطنين على رواتبهم كان يفترض أن تكون الإنفاق أعلى مما سجل، على خلفية أن العيد يعني يفرض إيقاف على الإنفاق، وعلى يعني ما اعتقد القائمون على من هذا الراتب على أن شهر ونصف السابقة التي عاش فيها الأردنيون على وقع استلام الراتب منذ منتصف شهر حزيران تدفع بهم إلى الرغبة بجديد من الإنفاق. حدث العكس، لأنه من الواضح أن شهر والنصف السابقة قد أدت إلى مزيد من الالتزامات تحملها الأردنيون، وبالتالي خفت نفقاتهم، إضافي إلى أن كثيرين منهم ربما رغبوا بتوفير النفقات الإضافية من أجل مواجهة الأعباء القادمة، خاصة المدارس التي تستنزف أيضا هي الأخرى يعني نفقات إضافية يتحملها المواطن الأردني، ومن ثم فإن النتيجة هي تراجع الإنفاق. كل ذلك مع ترقب النتائج القرارات الحكومية التي ربما أيضا دفعت بالكثيرين للتفكير فيما إذا كانوا سيدفعون كلفة ضريبية أعلى، وبالتالي التأثير عليهم من هذا الباب. في جميع الأحوال الحقيقة الإيحاء العام بأن على المواطن أن يعيد برمجة نفقاته، وهذا ما حدث، وأن على المواطن أيضا أن يتوقع الأسوأ، وربما هذا ما دفع كثيرين إلى التخفيض من نفقاتهم. نعم، يعني هذا يقودنا لسؤال المدارس، الجامعات، كلفة التعليم يعني على الأردنيين يعني يبدو أنها ثقيلة، خاصة أنه يعني نتحدث أيضا عن التعليم الخاص في عمان والزرقاء وفي إربد. لو أردنا أن نتحدث عن كلفة هذا الأمر، هل فعلا أنه يؤرق الأردنيين؟ يعني إذا كان عندك أرقام كم يأخذ من نسبة دخولهم، حدثنا عن كلفة التعليم في الأردن سواء الجامعي أو المدرسي. مما لا شك فيه أن كلفة التعليم بارتفاع مستمر، وإذا أخذنا كلفة التعليم في القطاع الخاص فإن ذلك يعني أن ربما ربع وثلث دخل المواطن الأردني العادي يذهب للإنفاق على تعليم فرد واحد من أبنائه، وارتفاع كلف الساعات المعتمدة في الجامعات وفي غيرها يدفع أيضا إلى أن التعليم أصبح شكلا من أشكال الاستثمار الكبير والهائل للمواطن، يشعر أن عائده حتى لم يعد مجيا لكنه مضطر للإنفاق عليه. باعتقادي أن التعليم بدأ يحتل يعني ترتيبا في أعلى سلم الإنفاق الأردنيين، وأعتقد أنه بالمعدل يستنزف بين ربع وثلث دخل الأسرة الأردنية. عندما نتحدث عن دخل مثالي كان فيه الإعفاءات وصلت إلى 24,000 مع 4,000 دينار، نحكي عن أسرة دخلها حوالي 28,000، أعتقد أن بين ربع وثلث هذا الدخل يذهب للإنفاق على التعليم بدون النفقات الأخرى، عندما نتحدث عن الإيجارات، عن المواصلات، عن الاتصالات، عن الصحة وغيرها. ولذلك الأسر في الأردن وحسب دائرة الإحصاءات العامة فإن بالمعدل هناك عجز
بين دخل الأسرة ونفقاتها يقدر بحسب الإحصائيات السابقة بألف دينار في الحد الأدنى، ولذلك الأسر الأردنية بالمعدل كلها تكاد تكون مدفونة وتغطي هذا الدين إما من خلال قروض من البنوك أو من خلال جمعيات تشاركية أو من خلال بيع بعض الأصول شجرات أراضي ذهب إلى آخره لتواجه النفقات المتزايدة التي تتحملها. نعم، يعني هذا يقودنا لسؤال، يعني تجار الأقمشة يقول أن الملابس كانت أسعارها جيدة، يعني لا يوجد تضخم فيها، وكذلك الأضحيات يعني أسعارها كانت متواضعة بالنسبة إلى السنوات السابقة، وما ذلك لم نجد إقبالا. هل يمكن أن نعزوه إلى فعلا قسوة الظرف الاقتصادي، أم أن الأردني أصبح أيضا يعني أكثر وعيا في ترتيب أولوياته؟ يعني أريد أن أفهم، هل الضغط هذا، الضغط الاقتصادي، الأزمة الاقتصادية دخلت إلى وعي الأردنيين بحيث بدأوا يتكيفوا ويديرون أزمتهم الاقتصادية بطريقة مختلفة؟ هو يعني مما لا شك فيه أن الظروف الاقتصادية تدفع لتغيير سلم الأولويات، وتدفع أيضا لمزيد من الرشاد في اتخاذ القرار إجباريا، وأيضا الحقيقة أن هناك في استنكاف عن الإنفاق، لأن الحكومة أو هكذا يتم، الحكومة تقلل الكتلة النقدية بين أيدي المواطنين من خلال الضرائب ومن خلال زيادة الأسعار والتضخم، ما يدفعهم إلى تغيير يعني في سواء على مستوى حجم النفقات أو على مستوى الأولويات. هذا من جهة. من جهة أخرى الحقيقة أنه جملة الضرائب والرسوم المختلفة التي تحملها المواطنون، وأيضا إلغاء بعض اتفاقيات التجارة الحرة اللي هي مع تركيا وغيره، رفع من كلفة حتى الملابس ومستلزماتها أو ما هو ضمنها، خاصة تلك التي كانت تستورد من تركيا، وهذا أيضا وجد له تعبيرا في أن المواطنين خفضوا من إنفاقهم على هذا الباب، وربما اعتبروا أن من الأولويات الاستعداد لملابس المدارس أكثر من الاستعداد لملابس العيد، هذا إذا أخذنا هذه الجزئية. وأيضا بشكل عام بدأ المواطنون فعلا يقللون من إنفاقهم، وهو ما يجد له تعبيرا بركود الأسواق وتراجع النشاط التجاري، ومن ثم حتى تحصيلات الإيرادات الضريبية للحكومة لم تكن بالشكل الذي توقعته. في أول 5 شهور إيرادات ضريبة المبيعات كانت حوالي 1,230,000,000 دينار، بزيادة 50,000,000 دينار عن الفترة الماضية، رفع أسعار الضريبة على 164 تقريبا إلى نسبة 10% كضريبة مبيعات. الضريبة العامة الإجمالي الضريبة الدخل وضريبة المبيعات في أول 5 شهور بلغت حوالي 2,000,000,000 دينار، بزيادة حوالي 10,000,000 عن الفترة المقابلة من العام الماضي. هذا يعني أن حتى الحكومة بدأت تعاني من النتائج المترتبة على تخفيض إنفاق المواطنين، وبالتالي يتكيفون سلبيا في الحقيقة مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية في الأردن. نعم، يعني سؤالي الأخير لك أستاذ حسام، الجهات الرسمية، صانع القرار الاقتصادي، كيف يمكن أن يلتقط هذه الملاحظات من خلال هذه المواسم الهامة، وبالتالي تكون له يعني ناقوس خطر مؤشر يعني ليبدأ مراجعة أداء أسل الاقتصادي؟ هنا أقصد الحقيقة نعم، الحقيقة صانع القرار الأردني بعض المرات بدأت أنظر له وكأنه وسيط بين المواطنين وبين صندوق النقد الدولي، يعني أنه يحاول أن يجسر الفجوة بين الطرفين أكثر مما يحاول أن يبتكر وأن يبدع في إيجاد وسائل للحصول على إيرادات تكون فعلا ناجمة عن أداء اقتصادي أردني حصيف ونمو اقتصادي فعلي، بمعنى أن حتى الفكرة القانون الضريبي الذي كان يفترض أن يأخذ الوضع الاقتصادي الأردني بالاعتبار عند تصميمه أخذ يعني متطلبات صندوق النقد الدولي أكثر من متطلبات الاقتصاد الأردني، صحيح. بمعنى
أننا يجب أن نغادر منطق التفكير السلبي فيما يتعلق بأدائنا الاقتصادي، وأن تكون الأولوية لمتطلبات الاقتصاد الأردني دون أن يعني ذلك أن نقف في الارصاد أمام صندوق النقد الدولي الذي يملك القدرة على أن ينغص الأداء الاقتصادي إذا أراد. لكن الحقيقة أنه في ظروف يعني التقييم العام للأوضاع الاقتصادية لا يمكن أن يتم الحصول على القروض والمنح والمساعدات وفق أداء الاقتصاد الأردني. في معظمها تأتي لأسباب سياسية، أي صحيح. أنها قروض وديون سياسية، ما يعني أننا لو يعني عدنا مراجعة أداء الاقتصاد ما دام الأمور تؤخذ بالسياسة، فربما أن صندوق النقد الدولي لم يكن لكي يفرض إرادته بالشيء الذي يتم أو تم أو سيتم في وقت لاحق. هذا يعني علينا أن نكون قادرين على قراءة المشهد السياسي الذي يفرض على الصندوق أن يمنحنا أو يقدم روشيتا تمنع تسمح ب تقديم قروض ومساعدات للأردن دون أن يعني ذلك أن الأردن يعني معفي من الكفاءة في استخدام المال والقروض والمنح والمساعدات. نعم، وربما هذه واحدة من أهم الملاحظات، الأداء الاقتصادي الأردني هل هو السبب والمبرر لنيلنا المنح والقروض؟ هل الظرف السياسي والاشتراطات السياسية هي السبب؟ ربما هذه من أهم الملاحظات. بديش تعلق، تفضل أستاذ حسام. لا أنا اللي بدي يعني في بديش أطول عليك، لكن ما أريد أن أقوله إنه الحقيقة إنه علينا إنه إحنا نستثمر هذه الحالة السياسية التي تدفع بالدول لتقديم قروض ومنح، ولو إنه بقي التقييم اقتصاديا لما تم حصولنا على ذلك. هذا يعني إنه هذه لحظة فارقة بالنسبة للأردن عليه أن يستثمرها، لا أن يعني يقوم بأداء تراجعي فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني الذي يفترض أن يستفيد من هذه الفرصة لا أن يدفع ثمنها. نعم، وبدي أشكرك شكر جزيل على وقتك. شكرا لك الأستاذ حسام عايش، الخبير بالشأن الاقتصادي، الخبير الأردني المعروف. إذن سنذهب بكم إلى استطلاع ليس بعيدا عن أجواء العيد وليس بعيدا عما قاله الأستاذ حسام عايش. استطلاع يتحدث عن هل ضحيت بالعيد وليش، يعني قوة الشرائية، ليش ضحيت وليش ما ضحيتش؟ يعني ربما هذا سؤال مهم، نشوف الاستطلاع مع بعض ثم نعود بعد ذلك للتعقيب عليه. لا والله ما ضحيت. لا والله. لا والله. الحمد لله. لا والله ما ضحيت. لا والله. أول مرة أنا بس يعني أضحية يعني. لا والله ما ضحيت. الحمد لله. لا والله. الحمد لله. والله ما ضحيت. السبب مادة بدها شوي. السبب إني صار عندنا حالة وفاة. يعني هي يعني شوية نقص يعني دراهم زي ما بيحكوها ماديات. والله المصاري ما فيها سيارة، الأسعار متفاوتة أكيد، الغلاء يعني، الحياة المعيشية صعبة وكذا وشي زي هيك، يعني هذا السبب. قلة الفلوس سبب الأوضاع المادية للناس يعني، والتزاماتهم، في التزامات يعني يجوز تكون أولى من الأضحية. ما فيش فلوس، الماديات فيش، يعني الواحد لو معه بيضحي، يعني هاي سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه النبي بيقول من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، سنة مؤكدة زي سنة العيد، وإحنا مش قادرين نأدي هاي السنة من نقص الماديات. بس بعرفش كيف الأسعار، بس يعني سعرهم مناسب كان، يعني منيحة، الناس مش كثير الإقبال عليهم عرفت، بس إنه الأسعار منيحة. والله الإقبال ضعيف بالرغم إنه الضحايا السنة يعني ثمنهن يعني أقل من العام الماضي بلاحظ. أيضا للحديث عن الأجواء في العيد فيما يتعلق بالأضاحي والنشاط في أمانة عمان، معنا على الهاتف الدكتور يسار الخيطان، المدير التنفيذي للرقابة الصحية في أمانة عمان. مساء الخير دكتور يسار. مساء الخير. مساء الخير، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير لجميع مشاهدين كل كرام، كل عام وأنتم بخير لوطننا الحبيب، لأرواح شهدائنا ألف رحمة ونور عليهم جميعا. كل عام وأنتم بخير، وكل الشكر للجهود الكبيرة التي بذلتها الأمانة في العيد ولكل الشباب الموجودين في العمل أثناء العيد وفي كل الأوقات. دكتور يسار، قطعا هناك تقييم من الدكتور يسار الخطام للعيد تحديدا في قصة الأضاحي، حابين نسمع منك قبل ما نروح لقصة النفايات، لأنه في ملاحظات كثيرة وصلت أنه في هذا العيد كان الأداء فيما يتعلق بنظافة عمان مرتفع، أداء جيد، الناس لاحظت أنه الحاويات كانت يتم السيطرة عليها، فيش نفايات يعني بشكل واضح. حدثنا أول شيء عن أجواء الأضاحي قبل ما ننتقل لقصة النظافة العامة، تفضل. سيدي، أمانة عمان حدثت 12 موقعا خلال فترة عيد الأضحى المبارك،
بال 12 موقعا كان فيهم 363 حظيره، عرضت اغنام بحوالي 127,000، بيع منها 100,000 بيع من داخلها، ذبح بداخل المواقع 73,000. يعني تبقى في كميه بسيطه، يعني تقريبا 27,000 لم تباع، رجعت يعني ارجعت للمزارع. اتلفت، هذا الموضوع المهم بعد اذنك، اتلفت بداخل هذه المواقع 21 طن ونص لحوم احشاء غير صالحه للاستهلاك البشري. رفضت 12 راس اغنام غير مطابقه للشروط الصحيه والشرعيه، هذا بداخل المواقع من قبل كوادر الاطباء البيطريين كانوا موجودين داخل المواقع، عددهم 50 طبيب بيطري، تعاقدت امانة عمان مع نقابه الاطباء البيطريين لتوفير 50 طبيب بيطري للقيام بهذه الفحوصات. بتفصيلياتها. هلا بالجانب الاخر سيدي، كمان بخارج المواقع تم ازاله 199 حظيره، تم مخالفه 163 حظيره، تم مصادره 14 راس اغنام، مصادره 14 راس اغنام. كويس. هلا بالنسبه للمواقع، بيوم الجمعه تماما بعد غروب الشمس وعند ازاله الحظائر وانتهى موضوع الحظائر بالمواقع ال 12، قامت كوادر امانه عمان بعهد تأهيل هاي الأراضي. كيف صديقي؟ أولا بإزالة البراميل الموجودة بداخل الأرض وليس طمرها، إزالتها وكل المخلفات، مخلفات الحيوانات، يعني مخلفات الحيوانات، الكرشات، الجلود ولا ذلك، إزالتها وتوجيهها إلى مكبات وتوريثها إلى مكبات الأمانة الخاصة، ورش وتنظيفها بعد ذلك من قبل زملائنا وأحبائنا وأخوتنا عمال الوطن. بالإضافة إلى ذلك سيدي، قامت كوادر أمانة عمان دائرة ضبط نقلات الامراض ورعايه الحيوان برش هاي المواقع صباحا ومساء، صباحا ومساء مستمر بمبيدات وتحقيق صباحا ومساء، وبالاضافه كذلك انه برش المواقع السكنيه القريبه، رش المواقع السكنيه القريبه من مكان مواقع الاضاحي المخصصه لباقي الاضاحي. هذا كله صديقي، هذا الحكي يوم الجمعه لحد صباح سبت تقريبا او ساعات الفجر الاولى من السبت كان الامور منتهيه، ارجعنا المواقع حسب الاصول وحافظنا على نظافه الاراضي ويعني ازلنا البؤر، خلينا نكون صادق معك، يعني بؤر ساخنه بيئيه خطيره جدا ازلناها بامتياز وحسب شهاده يعني جميع مواطنينا واحبتنا الناس. ويعني السبت صباحا كان في تشييك للمواقع، الان احنا مستمرين بعمليه الرش صباحا ومساء للحصول على النتيجه التي نرضاها لبقاء عماننا كما نريدها، عمان زاهية جميلة صحية نظيفة بكل تفصيلياتها. يعني الله يعطيك العافية، جهود كبيرة يعني أشاد بها المواطنون. كيف تقيم وعي الناس فيما يتعلق بعاداتهم وسلوكهم تجاه الأضاحي؟ هل كانت الأمور أفضل من السنوات السابقة؟ خاصة قصة ذبح أمام البيوت، يعني هل تلاشت تخلصت الظاهرة؟ بدي أحكي بجانبين. تفضل. أول جانب المهم أنه زملائنا الأطباء البيطريين كانوا موجودين بأسواق الأضاحي، كان المواطن يستدعيهم. اذا تسمح لي احكي بالعاميه. تفضل. لو سمحت دكتور بدي تفحصي الرئيسي، بدي تفحصي كذا، بدي تفحصي كذا، هذا جزء من التطور بالمفهوم وتقبل مفهوم انه يوجد شيء صالح وغير صالح، هاي واحد. اثنين، يعني اكيد تطورت مفاهيم الناس بفكره انه يجب ان يكونوا هم يرجوا الى المواقع المخصصه لما فيها المواقع المخصصه من فائده للمواطن، من محافظه من ناحيه صحيه وبيئيه واقتصاديه كذلك، انه بداخل المواقع باقي الاضاحي هاي. بس يعني مع ذلك صديقي، احنا كنا يعني هاي ال 199 حظيره مخالفه لم تكن موجوده اذا قاطعها مواطننا الحديث. احنا دعينا مواطنينا لمقاطعتها، كنا نعمل كر وفر صباحا مساء ليلا مع الحظائر هاي المخالفه، بنزيلها الصبح ترجع الظهر، يعني موضوع طويل الامد. يعني ان شاء الله انه نحن توجيهات معالي الامين، توجيهات الاداره العليا لنا، انه يكون في رؤيه مستقبليه اخرى لقضيه اداره عمليه اسواق الاضاحي بعمان وتشكيلها بفكره اخرى بجانب صحي اخر، نقلل عدد المواقع الاضاحي، يكون في شيء اسمه مسالخ متنقله، نقلل الموضوع، نقلل الضرر البيئي الصحي الموجود بهي الدائره، حتى نظهر هذا العيد، عيد الحب، عيد الوفاء، عيد التضحيه، عيد الفقراء باجمل واطهى صوره، وتبقى عمان الزاهيه الحبيبه، عمان درة التاج الهاشمي، عماننا التي نريدها بكل قناعة وحب. جميل. بعرفش إذا بتحب تحكي لنا أو إذا من ضمن اختصاصك الحديث عن النظافة العامة في عمان كان أيضا الناس أشادوا فيه للأمانة. يعني أنا هو ليس من ضمن اختصاصي، بس أنا صديقي الذي كنت متبع خلال فترة العيد، يعني خلينا نكون صادقين،
كوادر أمانة عمان يعني ما 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 عيدت بشكل أو بآخر، خلينا نقول صادقيني. يعني أنا الآن في مطعم أنا وعائلتي خرج لا هاي هاي اليوم هاي عشان أرضيهم على العيد بعد مدى العيد عندك اليوم. نعم نعم. هلا صديقي كوادر أمانة عمان كانت مناوبة صباحا ومساء الليلة، عمال الوطن زملائنا عمال الوطن أحبتنا عمال الوطن كانوا مناوبين، كانت ترفع النفايات بشكل بشكل دوري بشكل يومي. يوم الوقفة العيد الساعة 5:30 الساعة 6 صباحا ظلوا مستمرين زملائنا بإزالة ورفع النفايات بشكل كبير، وخلال فترة أيام العيد كلها كانت متواصلة جهودهم. عمل أمانة عمان عمل مؤسسي عمل جمعي ليس مقتصر على فرد أو شخص، عمل مؤسسات بشكل كبير، عمل دوائر، عمل مؤسسي حافظين الناس حافظ أعمالها كيف طريقة عملها، كلها تكمل بعضها للوصول إلى للوصول الهدف الأسمى والأفضل هو حفاظ على مدينة عمان بأفضل صورة صحية وسلمة وبيئية. نعم، وإحنا بدورنا يعني بدنا نشكركم شكر جزيل، لكن في حديث عن مسلخ عمان كان في إشكالات أغلق مثلا، جتنا بعض الملاحظات. لا 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 صديقي بالعكس تماما، مسلخ أمانة عمان استقبل الأغنام وقام بذبحها وتضحية منها، ورد 800 رأس أغنام ذبحت لذكية أم علي، والأمور ماشية حسب الأصول وما في نهائية من الحديث هذا. واليوم يعني ذبحاتها مستمرة بشكل عام وروتيني بشكل اعتيادي، ما في مشاكل نهائيا. جميل، وإحنا دورنا مرة أخرى نشكرك ونشكر جميع الجنود المجهولين اللي يعني كانوا موجودين في العيد وانقطعوا عن أهاليهم وقدموا الكثير لعمان ولكل البلديات في الأردن. شكرا لك دكتور يسار خيطان المدير التنفيذي للرقابة الصحية في أمانة عمان. شكرا دكتور يسار، شكرا. إذن أعزائي المشاهدين سنبقى في أجواء العيد، وقطعا أن الأردنيين يجتمعون في العيد بشكل جلسات ومجالس مكثفة ويتحدثون أحاديث متنوعة ومختلفة. راح نروح لاستطلاع يسأل فيه الأردنيين ما هي أولويات الحديث والمجالس التي كانت في العيد، عن ماذا تحدثوا، ثم نعود للتعقيب عليها. الواقع الاجتماعي والواقع الاقتصادي صعب حقيقة اللي بمر فيه الوطن العزيز. ذبايح ناقشنا انه العيد مش 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 عيد، ما فيش هيئة عيد اصلا. كان هو يعني الضاحي انه كان اسعارها رخيصة، ارتفاع الاسعار والضريبة والجريمة ضحينا اول شيء، بس انه اغلى الاسعار والموضوع انه الاضاحي قلت كطلب عليها. ما في نحكي بالامور العائلية، بس انا الاحوال المادية وحوال العامل في البلد يعني الوضع الاقتصادي والوضع الأمني. طبعا الوضع الاقتصادية وأسعار الأضاحي والشغلات هاي، يعني الغلاء بشكل عام، القوانين الجديدة قانون الضريبة كان كثير نتحدث فيه. البلد مستقر وضع يكون هادي، احنا كوننا سوريين يعني نتناقش قضايانا، البيت راح السقف تبعه، الأضاحي تتكسرت بدهم ينظفوا، هيك حياتنا هيك تقريبا. أيضا نذهب إلى العيد وجردة حساب مع العيد فيما يتعلق بالمستهلك، وكيف راقبت جمعية حماية المستهلك سلوك المستهلك في العيد سعرا وأيضا علاقة المستهلك بالتجار. نحكي عن الوقفات والعيد، معنا على الهاتف الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك زميلنا الإعلامي والصحفي سهم العبادي. مساء الخير أستاذ سهم، كل عام وأنت بخير. مساء الخير جميل عمر، كل عام وأنتم بخير. لديك الكثير، كيف كان العيد والجمعية والمستهلكين والتجار، حدثنا تفضل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أول شيء يعني لا يخفى على أحد أن هذا العيد جاء كسابقاته من حيث ضعف القوة الشرائية رغم توافر كافة السلع وكافة المنتجات بأسعار في متناول يد المواطن، لكن هنالك كان إثقال بحجم الشراء من إحجام عفوا بحجم الشراء من قبل المواطنين، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن هنالك تزامن العيد أو انتهاء إجازة العيد مع بفتوحات المدارس، وأيضا هنالك يعني كان في بعض المناسبات الاجتماعية أيضا كتخريج الجامعات، وهنالك من لديه أبناء على أبواب الجامعات، فالجميع يحتاط في مثل هذه الأيام إلى أن يكون لديه توفر من نوع ما من السيولة. هذا بطبيعة الحال جميعه انعكس سلبا على القوة الشرائية لدى المواطن، وكان ذلك واضحا في كثير من الأمور، سواء كان على سواء المنتجات شراء المنتجات الغذائية أو حتى شراء الأضاحي. كانت نسبة الأضاحي هذا العام أقل من العام الماضي بنسبة 50% من حيث شراء المواطنين للأضاحي،
بدك تضيف ايضا على تجاره الاقمشه والالبسه، كان هنالك تراجع ملحوظ وكبير جدا. ايضا بعض يعني حتى على مستوى الحلويات والشوكولاته وما ذلك من حلويات يعني العيد كان هنالك ايضا تراجع كبير، وهذا مقارنه مع العيد الماضي تتوقع ان النسبه كانت تفوق ما بين 30 الى 35% عن العام الماضي. وهذه المؤشرات يعني يجب ان تاخذها الدوله على محمل الجديه، فوجود تراجع القدرات الشرائيه لدى المواطن هو اكبر مؤشر على القوه الاقتصاديه للدوله. فتعلم يعني زميلي عمر ان القوه الشرائيه تعتمد على التاجر وتعتمد على المواطن. صحيح. وتعتمد على اقتصاد الدوله. ان تراجعت هذه القدرات الشرائيه لدى المواطنين تتراجع لدى التاجر، وبالتالي تتراجع لدى الدوله من خلال ايرادات الرسوم الضرائب وما الى ذلك. هناك تجار كثر الان او يعني بضاعتهم موجوده لديهم، وهناك العديد من التجار اذا تاخذوا اخواننا في نقابه تجار المواد الغذائيه ان هناك بعض التجار احجموا عن استيراد البضائع من الخارج. لذلك علمهم المسبق ان القدرات الشرائيه ستكون يعني محدوده للمواطنين. اذا اردنا ايضا يعني بعض حتى المنشآت الاخرى السياحه الداخليه، تتحدث الدوله عن سياحه داخليه وان عدد من الالاف ذهبوا الى العقبه او الى هناك. للاسف يعني السياحه الداخليه بالنسبه للمواطن الاردني يعني السياحه الخارجيه اوفر من كل الامور في عديد من الامور، سواء من الناحيه الماليه او النواحي الاخرى، لانه الان في ارتفاع يعني كبير جدا وملحوظ كان لدى المشتقات السياحيه في الاردن. وهذا بطبيعه الحال يعني للاسف يحتاج الى ايجاد دراسات حقيقيه والى ايجاد استراتيجيه جديده جدا للتعامل مع احوال المواطنين بشكل عام، والى يعني ايجاد خطه وطنيه تعنى بالشان السياحي. وايضا هنالك حتى على المستوى التجاري والصناعي لابد الحكومه ان تتوقف عند جميع هذه المؤشرات وان تعمل على تحليلها والوقوف على هذه الاسباب التي اوصلتنا الى هذا الحال، لان هذا الحال ان تكرر في الاعوام القادمه سيكون هنالك يعني احجام كبير جدا من التجار في ان مزاوله هذه المهنه، وقد نتحول الى مستهلك نستورد من الخارج على قدر استطاعتنا. نعم، يعني انت لما تحكي استاذ ساهم 50% تراجع في الاضاحي، 35% في السلع الاخرى بين سنه وسنه، يعني واضح انه المواطن الاردني متعب اقتصاديا، يعني هل يمكن بخبرتك نصنف الاردنيين متعبين اقتصاديا وتلاحقهم على ما يبدو الديون والهموم الاقتصاديه؟ يعني اذا اردنا نتحدث وتحكي باللهجه العاميه، الاردنيين مهلوكون بالديون ومهلوكون حتى من النواحي الاقتصاديه. للاسف اخي عمر يعني كان يتوجب على الدوله قبل ان يعني تعطي المواطنين وتقول سنقوم بتقديم موعد صرف الرواتب، كان يجب ان يكون هنالك نوعا ما مع الرواتب تنشيط الحركه التجاريه تحتاج الى حنكه اقتصاديه من قبل الحكومه. اتوقع لو كان هناك زياده بنسبه معينه بسيطه او حتى على مستوى المواطنين على رواتب الموظفين سواء في القطاعين العام او الخاص، النسبه البسيطه قد تحرك السوق. اما ان تاتي بالموظفين وتقول لهم سنعطيكم رواتبكم ما قبل العيد، الكثير من المواطنين ترك راتبه في البنك لانه يعي جيدا ان لن يتكرر العام سواء الشهر الماضي ما صرف قبل عيد رمضان. جلس المواطن الاردني تقريبا 40 الى 45 يوم بدون رواتب، حيث كان السوق في ادنى حالاته على مستوى العام. وهذا الامر الان المواطن لديه العديد من الالتزامات، وهذه الالتزامات يتوجب على الدوله ان تعيها جيدا. الحجم الاقتصادي الان في الاردن اذا اردنا كتجاره اصبح في تراجع بشكل عام، التجاره الاردنيه تتراجع بشكل يعني مهول جدا. وهذا يتوجب على الدوله ان يكون هنالك حزمه تنشيط الاقتصاد بشكل عام، واخص بهذا القطاع ما يخص القطاع المستهلك او قطاع التجار. اما الوقوف على هذا الحال صراحه انا اعتقد انه لن يكون هناك اي شيء جديد، وسناتي هذه في الاعوام القادمه سنتحدث عن نسبه اكبر، وسيبقى نفس الراتب ثابت منذ 11 عام بالنسبه للموظفين باستثناء الزيادات السنويه التي لا تذكر مقارنه مع الارتفاعات بشكل عام. وسياتي يوم على المواطن الاردني لن يستطيع اذا بقي الحال على ما هو عليه حتى شراء يعني الضروريات والمهمات من السلع والمنتجات الاخرى. نعم،
وأنا بدوري بدي أشكرك على وقتك وعلى كل هذه التوضيحات وعلى كل هذه الدعوة الكريمة بأن على الدولة أن تلتقط المؤشرات الخطيرة التي كانت في العيد. شكرا لك زميلنا الإعلامي والصحفي سهم العبادي الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك، شكرا لك مرة أخرى. بجوز يعني اللي حكاه الأستاذ سهم واللي حكاه الأستاذ حسام واضح جدا أنه فيه أزمة اقتصادية عند المواطن، وأنا أتمنى على الدولة أن تخرج من قصة حل أزمتها كحكومة، تروح على أزمة المواطن، تشوف قديش المواطن يعاني. يعني لما نحكي عن 50% تراجع في قصة الأضاحي و 35% في الأقمشة والحلويات، هذه مشكلة، ومشكلة كبيرة وكبيرة جدا. لذلك هذا بفسر الاستطلاع، يعني الناس شو بدها تحكي مجالسها عن أزمتها الاقتصادية. بجوز الناس شوي حكت عن عملية السلطرة، الناس اللي شفت في المجالس حديث عن عملية السلط وروايات وليش هذا عمل وليش كذا وليش الاقتحام وليش الخسائر، الأسئلة اللي طرحت في عينه مرة أخرى طرحت هنا. قصة الاقتصاد كانت تطغى على مجالس الأردنيين، هذا الهم الذي دخل كل البيوت، خاصة أنه في نمط استهلاكي متوحش دربونا عليه، ريضونا عليه، علمونا إياه، وهذا بيؤدي في النهاية إلى إشكالية ضخمة وكبيرة. حاولنا أن نلم بما جرى في العيد، وأضم صوتي إلى صوت زميلنا سهم العبادي أن الحكومة مطالبة والدولة مطالبة بقراءة هذه المؤشرات، قراءتها بتمعن، لأنها هي المتأثرة. لما تنزل القوى الشرائية تحصيل الضرائب سيقل، إيرادات الدولة ستقل، بالتالي كفاءة الدولة في تقديم الخدمات سيقل، عجزها سيزيد، لتضع مرة أخرى النهج هذا وراء ظهرها وتفكر بنهج جديد. يعني إذا هذا النهج بيخسر 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 بيخسر، خسران أنا كل يوم، ليش مصر عليه أنا؟ ليش مصر عليه أنا؟ مش فاهم. يعني لا يلدغ الحصيف والمؤمن من جحر مرتين. أكتفي، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك لمواصلة ملفات والحديث عن ملفات أخرى من استديو اليرموك.